والله انا حابب اتكلم سريعا كده في موضوع ان احنا دايما في حاجات فرعيه كده، او احنا بنخلق لنفسنا المشاكل اللي بتعطلنا. يعني احنا كعرب او كمصريين فينا العاده دي ان احنا نبقى بنسيب المشكله الاساسيه ونمسك في حاجات فرعيه، ولو ما فيش احنا بنخلقها. يعني احنا بنخلق الحاجات الفرعيه دي علشان نبعد عن القضيه الاساسيه او المشكله الاساسيه من زمان على فكره، مش من النهارده بس. لكن الواقع النهارده في حرب غزه اكبر مثال، حرب اكبر من الكل، دمار وخراب بين معتدي غاشم الصهاينة، يعني بكل عتادهم ومعداتهم، وأمريكا من وراهم والغرب من وراهم بيسندوهم على شعب غزة اللي هم 2,300,000 بني آدم. يعني اتفقوا ان هم يبيدوا الناس دي او يبيدوا المجموعة دي. احنا طبعا من طول الوقت الناس متعاطفة، وانا فاهم ان الكل متعاطف مع كل الاحرار، طبعا الناس اللي عندها ضمير انساني متعاطفين جدا في الموضوع ده. لكن انا اتكلم هنا للناس المتعاطفين دول، فعلا المتعاطفين دول في اثناء تعاطفهم ودعمهم ومقاومتهم للظلم ونشر فساد او نشر جرائم الاحتلال الصهيوني، الا ان في الوقت ده بنلاقي نفسنا احنا بنختلق مشاكل بنبعد بيها عن الاصل، اللي هي مثلا زي مشكلة محمد صلاح وباسم يوسف امبارح. احنا اصلا يعني واحد طلع محمد صلاح، احنا في عز الازمه دي، ففي ناس طالعه بتطالب ان محمد صلاح او بتهاجم محمد صلاح عشان ما اتكلمش وما اعلنش، وفي ناس تانية طلعت ترد عليهم لا ده اصل هو مش عارف بيعمل ليه. وهو طب هو بس سؤال يا جماعه، هي الناس اللي بتهاجم يعني احنا بقى احنا كثقافه عندنا بلاش نمسك في بعض، يعني نسيب بقى نسيب المشكله الاساسيه ونمسك في بعض. لا اصل هو انت ما ينفعش، ده هو مش عارف ايه، ده مش اسطوره، ده خاين، ده مش عارف ايه. والتاني يقول لك لا اصل هو كويس وشايف مستقبله، هو دفع فلوس. هو احنا ليه دخلنا المساحه دي اصلا؟ ما تخلي يا عم اللي يشتم محمد صلاح يشتمه، واللي يمجد يعظم محمد، ما كل واحد حر. نفس الموقف مع باسم يوسف امبارح. باسم يوسف لما طلع في ناس طبعا طالعه بتايد الموقف، يعني ممكن كل واحد له سببه، مش هنقعد بقى نخش في تفاصيل كل واحد عشان بس ما اوجعش دماغكم. واحد شايف ان باسم يوسف عمله ده حاجه عظيمه جدا وحاجه رائعه تمام زي الفل. لا ناس تانية لا اصل باسم يوسف، ونقعد بقى نجيب في التاريخ الاسود بتاع باسم يوسف، وبغض النظر عن باسم حلو او وحش، انا هنا مش بقول رايي خالص، ولا بنتقد اللي بيهاجم يوسف ولا بنتقد اللي بيعيد باسم يوسف، لان احنا يا جماعه في قضيه كبيره، نخلص القضيه الكبيره الاول وبعدين نقعد مع بعض بقى انا وانت، نقعد بقى نتخانق مع بعض نشوف محمد صلاح خاين وعامله ولا لا، ولا بقى تلون بالالوان لمؤاخذه للغرب، الغرب عاصي ولا طلط بالغرب، باسم يوسف ده حلو ولا وحش، والكلام اللي قاله جميل ولا لا، وكل الكلام ده بس بعد العركه الكبيره ما تخلص. انما احنا مش بنخلق في عز الازمات، احنا بنخلق بنفسنا ازمات. ما تخلي يا عم كل واحد يقول اللي عايزه، لا اله الا الله، حاجه غريبه والله. يلا يا جماعه قولوا بقى اللي انتوا عايزينه.